او بدايه البطوله الافريقيه. بص يا كابتن، هو الميزه في موجوده في النادي الاهلي الفتره الحاليه التركيز، في تركيز كبير جدا في بدايه الموسم الحالي واضحه جدا. يمكن خساره مباراه اتحاد العاصمه خساره كانت طبعا انت كنت بتتمنى انك تبدا الموسم ببطوله، ولكن انا بشوف دايما النادي الاهلي في ميزه انه بياخد دايما اي خساره بحاجه ايجابيه، ان هو دي بدايه تركيز ليهم من جديد، ان اللعيبه تفوق تاني وانها تركز في كل البطولات اللي جايه، لان انت مش هتوقف موسم كامل على مباراه واحده بس ببطوله. ودي بانت من اول مباراه في الدوري قدام المصري، المصري عامل صفقات قويه، انك تنزل وتكسب بنتيجه كبيره نتيجه 4-0، انك تكسب الاسماعيلي برده 3-1، انك حتى في الماتشين قدام سان جورج بعيد انك انت لعبتهم في القاهره انت قدرت انك خلال المباراتين تستفيد منها بشكل كامل. لو بصيت على اللعيبه هتبص على مدى التطور اللي عمله مارسيل كولر مع لعيبه النادي الاهلي، كل يوم في النادي الاهلي مع مارسيل كولر بنشوف تطور جديد مع اللعيبه. بص على مستوى حسين الشحات، الفرق بين الموسم ده والموسم اللي فات، بص التدرج في المستوى والنجاح ان هو مكمل بالطريقه دي، ودلوقتي حسين الشحات هداف بشكل قوي جدا وموجود في منتخب مصر بشكل انت خلاص ما عندكش حته الحيره هيكون موجود في المنتخب ولا لا. بص حتى على كهربا، لو حتى ما لعبش او لعب ما بيشارك بيبقى مشارك بشكل كويس جدا وبيبقى مؤثر. بيرستاو والتغير التام والفرق الكبير جدا ما بين فتره كولر وقبل مارسيل كولر، دلوقتي مع كولر بيرستاو ورقه رابحه في النادي الاهلي وموجود بشكل كبير جدا، وشايفين مدى حزن هوكو بروس مدرب جنوب افريقيا على عدم وجوده مع منتخب جنوب افريقيا. بص حتى على وسط الملعب اللي الكابتن محمد اتكلم فيها، حته السياسه التدوير اللي موجوده في وسط الملعب قد ايه مفيده. انت بتتكلم على امام عاشور، راجل قدر يضيف لوسط الملعب بتاع النادي الاهلي، هو حاجز مكانه مش عشان هو صفقه قويه، هو حاجز مكانه عشان هو مؤثر، راجل صانع 3 اهداف لحد دلوقتي، راجل مسجل هدف قدام انبي هدف رائع، راجل بيعمل الزياده الهجوميه بشكل كويس جدا. حتى اما مروان عطيه قرر مارسيل كولر ان هو يقعد على دكه البدلاء شارك احمد نبيل كوكا لعيب كويس جدا ولعيب راح منتخب مصر الاول بديل الامام، لعيب مع المنتخب الاولمبي كمان كان بيشارك بشكل كويس، بشوف حتى انه رجع خط الدفاع بشكل كويس سواء هاني او ياسر او عبد المنعم. انا بشوف ان بصراحه لازم الشكر يكون لمارسيل كولر على التطور الكبير اللي شايفينه في مستوى النادي الاهلي. نشكر مارسيل كولر، مش كده؟ يعني ده راجل يستحق.